أصبح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلوب أكثر من أي وقت مضى بالسعودية بحسب تقرير صحفي إسباني. فقد ذكرت صحيفة ماركا يوم الجمعة أن الهلال واتحاد جدة السعوديين مصممان على القيام بكل ممكن ومستحيل لإقناع ميسي بالقدوم للمملكة. وأضافت الصحيفة أن الحديث بدور الآن عن مبالغ مالية تتجاوز اللي بحصل عليها رونالدو مقابل التوقيع للنصر، علما بأن الدون رح يحصل على 200 مليون يورو بالموسم الواحد. وذكرت أن الهلال والاتحاد طلبوا مساعدة الحكومة السعودية لإنهاء الصفقة مقابل 350 مليون يورو بالموسم الواحد، مشيرة إلى أن الزعيم كان أول من اتصل برونالدو. وأبرزت ماركا أن الناديين ممنوعان من قيد محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعليهم الانتظار حتى الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت إلى أن ميسي وباريس سان جيرمان اتفقوا بالفعل على التجديد لموسم آخر، لكن الأندية السعودية لن تستسلم بهذه السهولة. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية قررت مؤخراً استقطاب نجوم عالميين للدوري المحلي. ومن أبرز الأسماء اللي ظهرت بالأسابيع الأخيرة مودريتش وسيرجيو راموس ودي ماريا وإسكو وبوسكيتس، كما كان هناك حديث حتى الأمس عن احتمال وصول مسعود أوزيل.